السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم اختبار القصير الأول للصف الثامن الفصل الدراسي الأول. في البداية عندنا النصوص القرائية، اقرأ الفقرة التالية ثم أجيب على الأسئلة كما تعودنا في الاختبارات العربية، يعطونا فقرة ثم نقوم بحل الأسئلة. كل من ساروا في طريق العمل بدأوا حياتهم بنوع من الغموض والشك والظلام، ولكن من نجاح منهم إنما نجاح الإحساس بعظم الأمانة الملقاة على عاتق كأنها مصباحا يضيء له الطريق ويستحثه على السير، وكلما تقدم إلى الأمام خطوة استحثته على متابعة الخطى في غير خوف ولا ملل، ومتى أراه مصباحه إنه سائر على هدى وعلى صراط مستقيم، ولم يتشكك في سيره ولم يتعجل للنجاح واستمر في طريقه حتى يبلغ الغاية. السؤال الأول، بدأوا حياتهم بنوع من الغموض والشك والظلام. المضاد لكلمة الظلام، طبعا عكس كلمة الظلام هي ماذا؟ هي النور، هي النور. استحثته على متابعة الخطى، كلمة الخطى مفردها خطوة، مفردها خطوة. ضع فكرة مناسبة للنص السابق، مثلا نكتب الأمانة في العمل، الأمانة في العمل تدفع صاحبه للنجاح، تدفع صاحبه للنجاح، أو أي فكرة يكتبها الطالب. ما السبب الرئيسي للنجاح كما ورد في النص؟ اللي هي الإحساس هو السبب الرئيسي في النجاح. بين الجمال في قول الكاتب كأنها مصباحا يضيء له الطريق. طبعا هنا شبه الأمانة بالمصباح، شبه الأمانة بالمصباح الذي يضيء الطريق، شبه الأمانة بالمصباح الذي يضيء الطريق. في السؤال السادس عفوا، ليس ضروريا للنجاح في الحياة أن تكون عبقريا، وضح هذه العبارة. النجاح مقصود هنا بهذا السؤال، النجاح ليس مقصورا على العباقرة ووحدهم، إنما يستطيع الإنسان أن ينجح في العمل واستشعار الأمانة والجد والاجتهاد. الآن ننتقل إلى النصوص الأدبية. طبعا هذه هي النصوص الأدبية. ما الفكرة العامة الذي تعبر عنها الأبيات السابقة؟ طبعا يقرأ الطالب هذه الأبيات بعد ذلك يكتب الفكرة العامة المقترحة في هذا النصوص الأدبية. عندنا هنا أكمل ما يلي، عقمت فلم أجزع لقول عادتي، مفرد كلمة عادة عادات. في السؤال الثاني، ما التهمة التي وجهت للغة العربية كما يظهر من الأبيات السابقة؟ طبعا هنا نكتب ما التهمة التي، طبعا في النصوص الأدبية عندنا أولا هذه الأبيات بعد ذلك مجموعة من الأسئلة. طبعا طريقة الأسئلة تجي بهذه الطريقة، أولا الفكرة العامة، بعد ذلك معاني الكلمات، ثم في البيت الثالث محسن بديع استخرج، أو محسن بديع استخرج، بين البيتين الرابع والخامس علاقة تعطيل وتفسير، وضح جمال التعبير في قول الشاعر. قول الشاعر هنا أنا البحر في أحشائه الدر كمن، أيضا هنا نبين
نبين كما سألونا في السؤال تعبير جمال التعبير. لا ننتقل للنصوص النحوية. بعد ذلك ثالثا النصوص النحوية. عندنا هنا هذه الفقرة، اقرأ القطعة حتى الدين الإسلامي على النظافة لما لها من أثر طيب على صحة الفرد والمجتمع، فيجب على كل فرد مسلم يحافظ على نظافته الشخصية ونظافة مجتمعه كي يعيش هانئا مطمئنا في جو من الصحة والسلامة، والذي لم يسع من أجل ذلك تجده خاسرا. فنحن مجتمع مسلم يحب الخير، وعلينا أن ننصح الآخرين سعيا للتحقيق العطاء. فعل ماضي مبينا على الفتح، وهي حث فعل ماضي. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. عندنا مجموعة من الكلمات، عندنا عفوا هنا يجب تجده يحب. فعل المضارعة مجزوما وعلامة جزم حذف حرف العلة، وهي يسعى، وهي يسعى. هنا حتى فعل ماضي نكتب فعل ماضي مبني على الفتح. ننصح هي فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة على آخره. يبين فعل أمر على السكون في حالتين وأذكرهما. طبعا الحالة الأولى إذا لم يتصل بشيء، وإذا اتصلت به نون النسوة. بين الفعل المضارع، عندنا الفعل المضارع هو نون التوكيد. هذه هي الإجابات في هذا الاختبار. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثامن لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على